الأصفار تعلن انطلاقة الشرق. بقول لك ايه، تابع اسأل باسم على قناة شرق الأخبار. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الحقيقة في قناة جديدة فتحت اسمها قناة الشرق الأخبار. القناة دي أبرز ما فيها إن الإعلاميين اللي شغالين فيها فيهم إعلاميين كبار زي معتز الدمرداش وباسم يوسف. باسم يوسف احنا عارفين بقاله فترة طويلة ما بيشتغلش في فضائيات، رجع تاني وده يعتبر حدث كبير. وفي نفس الوقت القناة دي قناة إخبارية كبيرة جدا. دي ترددات قناة الشرق الأخبار على النايل سات، هاي ديفيجن وستاندرد ديفيجن، يعني اس دي و اتش دي. الاس دي اللي هو الريسيفر العادي، الاتش دي الريسيفر اللي هو عالي الدقة. لو الريسيفر العادي حطينا فيه التردد بتاع الهاي ديفيجن هيحصل ايه؟ هيشغل صوت بس مش هيجيب صورة. فده اللي عنده ريسيفر عادي يقدر يشغل على الترددات اللي هي 12226 والاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 وخاصية تصحيح الخطأ 5/6. الناحية التانية بقى في التردد بتاع الهاي ديفيجن 11373 والاستقطاب افقي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. ايه هي بقى قناة الشرق؟ باختصار قناة الشرق دي مؤسسة اعلامية مكانها في الرياض في السعودية، وليها مكاتب في الامارات واستوديوهات سواء كان بقى في السعودية والامارات والقاهرة والعديد من العواصم العالمية، لانها قناة اخبارية كبرى. خلاص، فهي قناة كبيرة طبعا، وطبعا ليها صفحاتها على الفيس وتويتر وانستجرام واليوتيوب، وده موقعها على الانترنت، فواضح قوي يعني انها قناة كبيرة. ولو تفتكروا ان في قناة اخرى بتبث من تركيا اسمها قناة الشرق، وطبعا الدكتور ايمن نور صاحب قناة الشرق اللي بتبث من تركيا زعلان قوي ومتضايق قوي ان في قناة فضائية اسمها الشرق برضو وبتبث للاخبار، قناة اخبارية، لكن متضايق جدا انها بتحمل نفس الاسم ويقول فين الملكية الفكرية، فين حقوقنا، وبيتكلم كلام عجيب قوي. هي طبعا القناة اسمها الشرق، لا ما اسمهاش الشرق بالظبط، ليها اسم تاني. طبعا القناة مختلفة اسمها الشرق نيوز شانل، يعني قناة الشرق الاخبارية غير الشرق التانية خالص، حتى اللوجو والعلامة مختلفة خالص زي ما احنا شايفين قصادنا اهو. وبعدين ايمن نور بيقول مفيش قناتين بيحملوا نفس الاسم، لا في. انا عن نفسي اعرف ان في قناه اسمها الاخباريه السعوديه، وفي قناه اسمها الاخباريه السوريه، في القناه الاولى المصريه، وفي القناه الاولى المغربيه. لا ممكن تحمل نفس الاسم عادي، بس طبعا دي حاجه ودي حاجه، دي اداره ودي اداره، ده توجه وده توجه. احنا عارفين ان كل اعلام ليه التوجه الخاص بيه، لكن احنا هنا في مصر بنثق في اعلامنا الحكومي، لان المواطن هنا عايش وعارف الاحداث بالظبط عن قرب، وشايف بعينه كل اللي بيدور واللي بيحصل وفاهم كل حاجة. فيجي اعلام خاص يتكلم، لا فكر فيه في الكلام اللي بيقوله. يجي اعلام خارجي موجه يتكلم، لا فكر في اللي بيقوله. في اعلام اقليمي، في اعلام دولي، كل الاعلام دوت له توجهاته طبعا. وطبعا المفروض المواطن يكون ملم بالامور عشان يبقى فاهم الحقائق من الاشاعات، والمواطن طبعا عايش جوه البلد وفاهم كل حاجه. فهو ايمن نور بيهدد ويتوعد ويقول الحقوق القانونيه وانا هعمل وهسوي وهشتكي و و و. على العموم انا يعني مش رجل قانون، لكن انا شايف دي نوعيه مختلفه من القنوات، ودي قناه اخباريه في المقام الاول، وقناه كبيره، قناه عظيمه، ليها شبكة مراسلين في كل حتة، وهي إضافة وإسراء للقنوات الإخبارية. يعني حتى قصدنا هو موقع الأخبار، أنا واحد من الناس مش عارف الانتخابات الأمريكية حصل فيها إيه، ترامب اعترف بالهزيمة ولا لسه بيطعن ولا في إيه بالظبط. فدخلت على موقع الخبر أو
موقع الشرق الإخبارية، لقيت ترامب في أول اعتراف بانتصار بايدن فاز لأن الانتخابات مزورة. نستكمل الخبر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على تويتر أن جو بايدن الرئيس المنتخب طبعا بين قوسين فاز لأن الانتخابات كانت مزورة، في إشارة إلى حديث المعلق السياسي على شبكة فوكس نيوز جاس ووترز الذي شكك في فوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة. ويعد هذا التصريح أول كلام صريح لترامب يقول فيه أن بايدن فاز في الانتخابات منذ إجرائها في 3 نوفمبر الماضي. ونشرين في الموقع بتاع الشرق الأخبار التويتة بتاع ترامب وموضحين أن أكد ترامب أنه لم يتم السماح بحضور مراقبيها العملية الانتخابية التي تمت جدولتها من قبل برنامج ديمونون المملوك لشركة يسيطر عليها اليسار الراديكالي وذات سمعة سيئة وبمعدات لم تكن مؤهلة حتى لتكساس التي قال انه فاز فيها بفارق كبير. تكساس دي ولاية امريكية يعني. وفي تغريدة اخرى قال ترامب نجحوا في سرقة الاصوات من دون ان يتم توقيفهم، مشيرا الى ان الانتخابات عبر البريد نقطة. وبعد التغريدة اللي انتشرت على نطاق واسع رجع ترامب وقال سننتصر ولا اعترف باي شيء. بعد تداول تغريدته على نطاق واسع عاد دونالد ترامب ليقول ان الانتخابات مزورة سننتصر، واضاف في تغريدة اخرى ان بايدن فاز فقط في عيون وسائل الاعلام المزيفة. انا لا اعترف باي شيء، لدينا طريق طويل لنقطعه، هذه الانتخابات مزورة. يقوم تويتر بتمييز تغريدات ترامب لكونها تحمل ادعاءات متنازعا عليها حول تزوير الانتخابات. وأكد ترامب مرارا أن المراقبين منعوا من حضور عملية فرز الأصوات، ولكن الطعون القانونية للحملة لم تقل إن البرنامج المستخدم في فرز الأصوات أثر في النتيجة. ويرفض ترامب حتى الآن الاعتراف بفوز بايدن، علما أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال الأسبوع الماضي إن الوزارة ستنتقل إلى إدارة ترامب ثانية. أدي موقع القناة الإخبارية، شفنا الخبر بتاع الانتخابات الأمريكية، موقع جميل جدا أنا برشحه للي عايز يدخل يجيب الأخبار. الموقع مليان أخبار وفي كل حاجة، وفعلا إسراء لمواقع الأخبار الموجودة على الإنترنت وإسراء للقنوات الإخبارية.